قدمت اليوم المديرية الإقليمية بشراكة مع مجموعة من المتدخلين الملتقى الإقليمي للسلامة الطرقية بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي، بحيث تم تنظيم مجموعة من الورشات مع مختلف المتدخلين، ورشة الأمن الوطني، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، أرباب سيارة تعليم السياقة، وكذلك مجموعة من المؤسسات التعليمية في الإقليم. وخلال هذا الملتقى تم تقديم مجموعة من الشروحات تخص الاحترام لقوانين السلامة الطرقية، بحيث أن المشاركة للتلميذات والتلاميذ والمؤسسات التعليمية في هذا اليوم كانت مشاركة جد قيمة، بحيث تم الاستماع إلى مجموعة من الشروح، وكذلك هناك ورشة للتعلم أو الانخراط في السياقة بالنسبة لتلاميذ ثالثة إعدادي، وتم توزيع مجموعة من الشوائز التقديرية. تحية والشكر موصول للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على هذا الملتقى الثالث. هذا إن دل على شيء، تدل على الاهتمام ديالهم الكبير على مستوى هذا المسألة ديال السلامة الطرقية، تهني الجميع. كذلك ما تفوتنيش الفرصة باش نشد على أيدي الجميع بحرارة، خصوصا كل المتدخلين ديال السلامة الطرقية، من أجل مغرب بدون حوادث، من أجل واحد شي حاجة زوينة في الحياة، من أجل شباب ونساء المستقبل اللي بغينا إن شاء الله تعالى. والحاجة أكيد للجميع، كإعلاميين، كاقتصاديين، كرؤساء المجالس، كسياسيين، كنقابيين، كحقوقيين، كجمعويين، كتربويين، كأساتذة، يعني كل الحاجة لهذا ماسة. وتيجي بالنسبة لنا حنا كمتدرعة السلامة الطرقية هذا اليوم تثمين واحد المجهود اللي تنخدموا على مدار السنه، لاننا دائما شعار ديالنا الدائم هو لا للموسميه، لنواصل من اجل الحياه. اسمي شرايين بوساقي، من المستوى الرابع مدرسه خليليه. اليوم جينا لهذا الفضاء واستفدنا منه بزاف ديال الحوايج، ومنها اننا خاصنا نبداو نحترموا الاضواء الثلاث، ونبداو نشوفوا الا مشينا للممر الراجلين نشوفوا اللي من ديالنا واليسار ديالنا، والمستحسن نردوا البال في الطريق. اسمي شراوان، جينا لهذا الفضاء باش نتعلموا بزاف ديال الحوايج، اللي منها نحترموا الاضواء الثلاج، ونحترموا الاشارات، ومنها ما نبقاوش نزربوا في الطريق. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.